أعزائي المشاهدين في كل مكان، مرحبا بكم من القاهرة إلى هذه المقابلة الخاصة التي نجريها مع معالي الدكتور معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية الذي يزور العاصمة المصرية. أهلا وسهلا دولة الرئيس. أهلا وسهلا بك دولة الرئيس. يمكن قبل أكثر من عام تقريبا تشرفنا بإجراء مقابلة خاصة، حين ذاك تناولنا مجمل التطورات على الساحة اليمنية، تطورات مستمرة ومتلاحقة ومتنوعة، سنأتي على كل ذلك بشيء من التفصيل، لكن دعني أسألك ما دمنا في القاهرة وهذه ربما الزيارة الثانية لدولتكم إلى هنا، ما هي أبرز الخطوط العريضة لهذه الزيارة؟ أولا ملفات سياسية لإطلاع الحكومة المصرية ورئيس الحكومة والفريق الحكومي على الوضع الآن في اليمن، وبالنسبة لنا هذه الزيارة مختلفة لأنها حكومة الكفاءات السياسية المشكلة من كل القوى السياسية بموجب اتفاق الرياض، فتختلف عن الحكومة السابقة قبل التكليف بالتشكيل. يمكن هذه الحكومة خاضت خضنا مخاض كبير مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة من كل تقريبا 4 شهور حتى تم تشكيل الحكومة. فالتحديات الآن مختلفة، الوضع الآن صعب، هي تحديات تمر بها اليمن نتيجة نحن داخلين في العام السابع من الحرب، مواقف سياسية متعلقة أيضا بأمن البحر الأحمر والاحتياجات الاقتصادية في فريق محدد من عدد من الوزارات كان معي، منها النقل والاتصالات وغيرها، وفي ترتيبات لبروتوكولات مختلفة سيتم إن شاء الله ترتيبها في اللجنة العليا المشتركة لاحقا. فخلال العام أيضا كان هناك زيارات لعدد من الوزراء، الزيارة السابقة هي فتحت المجال لتنسيق مشترك ما بين الوزراء ونظرائهم من الجانب المصري، وهذا حقق الكثير من التقدم في عدد من البروتوكولات والمجال التعاون الثنائي. وللأمانة مصر فاتحة ذراعها هي بالكامل، فكل هذه الأمور تتقدم من حين لآخر، والزيارات هي تأتي لتتويج هذه الأمور. في شيء معين، ملف معين تم التركيز عليه مع نظرائكم في مصر ولقائك مع الدكتور مصطفى مدبولي؟ في الأول هو تنسيق الملفات الموضوع، وهذا أوضحه دولة الرئيس مصطفى مدبولي فيما يتعلق بموقف مصر من موضوع حرية الملاحة في جنوب البحر الأحمر وباب المندب، كل ما يتعلق بالأمن القومي العربي واليمني بشكل خاص، وهذا موقف مصر الراسخ فيما يتعلق بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في موضوع التدخلات الأجنبية والإقليمية في المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي. في الأخير الخلافات ينبغي أن تحل على طاولة واحدة بين كل اليمنيين، زي ما يحدث بين الليبيين، موقف مصر كان في ليبيا، في القضية الفلسطينية وغيرها من الملفات العربية الساخنة، مصر ركيزة في الأمن القومي العربي. فلذلك هذا الإطار السياسي فيما يتعلق بموقف مصر الداعم للاستقرار في اليمن ودعم لتحالف شعب دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، هناك موقف عربي للحفاظ على عروبة اليمن واستقراره. الملف صعب، التدخلات الإيرانية نالت من اليمن بشكل كبير، أثرت على الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي والإنساني بشكل كبير. يمكن في هذا السياق بيان الرئاسة الصادر، الرئاسة المصرية الصادر قبل 3 أسابيع عندما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق المقدشي وزير الدفاع اليمني، أيضا تم التركيز على هذه النقاط تحديدا. نعم، هذه النقاط الأهم والأبرز في السياسة المصرية تجاه المنطقة، وكما ذكرت الحفاظ على الأمن القومي العربي مهم، وفي اليمن تحديدا للكف من التدخلات الإيرانية والتي أثرت بشكل كبير وأخرت أي مسارات للسلام والتسوية في البلد. سنأتي على ذلك، لكن دعني دولة الرئيس أسأل، بعد عودتكم الأخيرة، عودة حكومتكم الأخيرة إلى عدن، جرت بعض الأحداث. يوم الأحد الماضي كان هناك تفجير إرهابي وقع في العاصمة المؤقتة عدن، استهدف وزير الزراعة ومحافظ عدن، خلف عددا من القتلى والمصابين. كيف فهمتم هذه الرسالة؟ هي محاولة من نيل من الاستقرار في عدن كعاصمة مؤقتة، ومحاولة آثمة وخطيرة. كان موضوع تفجيرات الإرهابية واستخدام هذه الأساليب كان تم الحد منه في عدن بشكل كبير جدا وفي عدد من المدن. الصورة غير ما تنقل على الإعلام، لكن فعليا كان في عدد من الأذرع تشتغل في مناطق مختلفة للنيل من استقرار العاصمة المؤقتة عدن والمناطق اللي في سيطرة الحكومة. هل هذا التفجير علاقة بالتقارير التي تتحدث عن
عودة نشاط الجماعات الإرهابية، التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش؟ هذا يتم لكن برعاية معينة، يعني حتى تحرك هذه الأذرع زي القاعدة وداعش هو يتم برعاية معينة، استهداف محافظ عدن، ومحافظ عدن يعني حتى بعد اتفاق الرياض هو شخصية توافقية يعني من المجلس الانتقالي، لكن في الأخير يعني استهداف محافظ عدن، استهداف وزير من الحكومة، استهداف خطير. يعني حضرتك بتقول رعاية معينة، رعاية من من؟ الحوثيين هم الرأي الأول لهذه التنظيمات، استخدامها بالوكالة، هم يدعوا أنهم يحاربوا هذه التنظيمات بشكل كامل، لكن استخدام هذه الأذرع دائما يستخدم بشكل أو بآخر من قبلهم. طيب، ونحن نتحدث عن الرعايات، يعني من فترة قصيرة قرأت يعني في تقارير صحفية تتحدث عن تواطؤ ما بين الحوثيين ما بين جماعة الإخوان في اليمن، حزب الإصلاح تحديدا، هل لهذه التقارير أساس من الصحة؟ يعني هذا يعني اللي يحصل الآن في مأرب هو قتال يعني شديد، الحديث عن أنه في علاقة بين الحوثيين والإخوان أعتقد صعبة، كما يطرح بعض كل طرف كل فصيل سياسي يتهم الآخر، يعني بعض الفصائل السياسية تتهم أيضا أنه الانتقالي على علاقة بالحوثي، الحوثي عنده معركة مع كل اليمنيين، وكل هذه القوى السياسية موجودة في الحكومة، يعني تركيبة الحكومة الحالية فيها تحالف الأحزاب السياسية، المؤتمر والإصلاح والاشتراكي والناصري وبقية الأحزاب مع المجلس الانتقالي، فالكل موجود ومشارك في هذه الحكومة في جبهة واحدة أمام الحوثي، فالحديث عنه يعني استخدام أو علاقة ما بين هذا تنفيه الوقائع على الأرض الآن. بس الوقائع على الأرض بتقول إنه في، وحضرتك كمان اعترفت في حديث تلفزيوني للتلفزيون اليمني إنه في إخفاقات عسكرية فيه. نعم. طيب، هذه الإخفاقات تربط في بعض التقارير بأنه مواءمات ما بين يعني مكونات في الحكومة مع الحوثي. من لا أريد أن أخذ هذا الموضوع في هذا الاتجاه من الجدل، الاعتراف بالاختلالات العسكرية موجودة في بعض الأماكن، في تراجع، وهذا الموضوع يعود للقيادة العسكرية في ترتيب هذا الموضوع، الحكومة هي داعم لكل ما يتعلق بتعبئة للمعركة والحفاظ على مقدرات الدولة. موضوع أنه ربط الاختلالات بجانب معين وبجانب حزب معين هذا موضوع آخر، يحتاج الموضوع إلى تقييم ومحاسبة بعض القيادة العسكرية، إجراء هذا يحصل في كل الأماكن ويعتمد على قيادة القوات المسلحة، غير كذا يعني صعب أن احنا نعمل ربط في كل تراجع معين، لأنه حصل تراجع في جبهة معينة سيتهم فصيل آخر، على اليمنيين أن يوحدوا بوصلتهم نحو المعركة، أي تراجعات كل طرف يتهم الآخر، لأنه في الأخير اللي قاتل الحوثيين اليمنيين يقاتلوا للحفاظ على الدولة والدستور والحرية والمواطنة، فيهم مجلس انتقالي وإصلاح وقوى أخرى وقوى قبلية وجيش وطني ومقاومة، وفي في الساحل قوات حراس الجمهورية، الجميع يقاتل، العمالقة، المقاومة التهامية، كل هذه الاستحقاقات خلال 7 سنوات مهم أن يعاد ترتيبها في إطار الجيش، أي دولة مرت في نزاعات خلال فترة طويلة يكون الجانب الأمني والعسكري هو المحور الأساسي لإعادة الاستقرار، فلذلك دائما لما تشوف موضوع اتفاق الرياض وموضوع الشق الأمني والعسكري هو الجانب الأساسي، بس علينا أن نشخص الأمور بواقعية، في أطراف قاتلت واستحق ولها استحقاقات في نتيجة المقاومة والقتال للحفاظ على مناطقها، إعادة ترتيب هذا الموضوع في هيكل الدولة مهم، بهيكل لا يفضي إلى مناطق ومناطق السيطرة لطرف أو لآخر، في إطار الدولة، في إطار هيكل الجيش والأمن، العملية ليست بالسهلة، ما فيش وصفة تعطينا حلول سريعة في الجانب الأمني والعسكري، لكن علينا أن لا نغفل موضوع ترتيب الجانب الأمني والعسكري لأنه تبعاته اخترقت أمنية زي اللي حصل في عدن أو ممكن يحصل في أي محافظة أو مدينة أخرى، والجانب العسكري اختلالاته زي اللي شهدناها في بعض المحافظات، لكن كل ما يحصل تراجع عسكري كل طرف يتهم الآخر هذا الموضوع لن يخدم القضية الوطنية. ومع ذلك لابد يعني من مراجعات يعني يومية، بلا شك لم يكن بلا شك على مدار الساعة. الاعتراف بالاختلالات هو جزء من إجراء المراجعات، في شيء يحتاج إلى تعديل. طيب، بهذه المناسبة يعني أنا أتذكر في حوارنا السابق دولة الرئيس سألتك عن النسبة التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، نسبة الأراضي اليمنية، قلت لي ساعتها 70% تقريبا، من ده الكلام ده من سنة وشهرين تقريبا، الآن كم تبلغ النسبة؟ صعب أعطي النسبة بالرقم، وفي تراجع في بعض المديريات اللي أخذوها الحوثيين، والإشكالية أنه النزوح يزيد مع تراجع المساحة، لأنه
الناس لا ترغب في النظام التعليمي اللي يتم هناك، النظام الإيديولوجي الموجه، فلذلك حتى الآن المديريات اللي وقعت تحت سيطرة الحوثيين في منطقة في أجزاء من شبوة هي مناطق زراعية كثيفة السكان، كثير منها الآن نتعرض لموجات نزوح كثيرة في مناطق أخرى، وهذا ضغط على مأرب وبعض المحافظات. لكن فعليا كل منطقة الآن يجري أشبه بتهجير داخلي، لأن المناطق تنقطع فيها الخدمات، الرواتب وغيرها من الأمور. الحوثيين يحولوا اليمن إلى مخزن مقاتلين، مخزن للمقاتلين. تعبئة فقط، هو كل ما يعني كل شيء ينقطع في اليمن عن التنمية والتعليم وغيره يتحول إلى تعبئة بهدف إيديولوجي، وإحنا شفنا هذا النموذج. النموذج الذي يخلق في اليمن هو نموذج كارثي على المنطقة، خطير على أمن القومي. وإيران ترى أنه هذا الكارت ممكن يربحها سيطرة على جنوب البحر الأحمر وباب المندب. يعني البعض توقع أنه بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران ووصول إبراهيم رئيسي للحكم يعني كرئيس، أنه سيحدث تغييرات ربما في القضية اليمنية والأزمة اليمنية. يعني هل هذه التوقعات كانت متفائلة؟ غير مبنية على أي أساس. إذا كان من التيار المتشدد فبالنتيجة أن التوقعات تكون سيئة نتيجة، وليس فقط في الملف اليمني، في أي ملف تتدخل فيه إيران في المنطقة لن تكون النتائج بالشكل الذي نتوقعه. للأسف أي منهج متشدد سيؤدي إلى تعقيد المنطقة. حل القضايا الإقليمية في المنطقة مهم، وأهمها موضوع التدخل الإيراني. كدول عربية علينا أن نحافظ على يعني الأمن القومي لليمن وعدد من الدول العربية، ونرى كيف يمكن الكف من هذه التدخلات. لكن المؤشرات الآن يعني تؤشر إلى تدخل سلبي وتفاقم للوضع، استمرار الوضع يعني كما كان. نعم. طيب أعود إلى الوضع العسكري، كيف يمكن أن تصف لغير اليمنيين ماذا يجري في مأرب؟ مأرب تقاتل يعني عن يعني معركة مصيرية لليمن، ومعركة عروبية بامتياز، وفيها كل اليمنيين، يعني ليست قبائل مأرب فقط من تقاتل، لكن فيها أيضا من كل المحافظات. فالموقف الآن يعني كانت وكالة الأنباء الإيرانية تحدثت عن معركة مأرب قبل رمضان السابق، هذا يوضح مدى اهتمام القيادة الإيرانية بالسيطرة. إيران تسيطر على دول وليس على مناطق أو محافظات، فهي ترى أنه عنصر ارتكاز رئيسي في المعركة في اليمن هي مأرب، فلذلك كسر مأرب يبدو هدف بالنسبة لتوجه. هي الإشكالية أن الحوثيين يقل تأثير الجانب الحوثيين اللي هم الأقرب كيمنيين إلى تيار إيران. الأكثر الآن في الجماعة قربا من إيران هم الأكثر والأكثر تحكما بالقيادة، وهذا يضعف فرص الحل السياسي لأنه طرحت الكثير من المبادرات السياسية. هذا ما يقود دائما إلى المسار العسكري اللي هو يستهدف مأرب بشكل كبير. فمعركة مأرب مستمرة، فيها صمود كبير من القبائل. هذا ما يحدث الآن من عام ونصف تقريبا. طيب أعود برضو إلى مسألة عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن. عدتم بعد حوالي يمكن 6 شهور من مغادرتها، مش كده؟ كان تواجد الحكومة وتواجدنا في بعض المحافظات، لكن الأعمال للمجلس من عدن تم خلال الأسابيع الماضية. قبل ذلك كان من عدد محافظات الوزراء موجودين في عدد محافظات، ومجموعة كبيرة موجودة منهم في عدن بسبب بعض الأحداث اللي تمت في شهر مارس الماضي. عن هذه الأحداث تحديدا، هل هي التي لعبت دورا في أنكم يعني تنتقلوا يعني تعودوا إلى مقر الحكومة؟ أثرت على تواجد الحكومة بشكل كامل انتظامها في عدن، وأسباب كثيرة منها ترتيبات أمنية اقتصادية أشياء كثيرة. كان يعني تشكيل الحكومة هو مسار سياسي سريع في اتفاق الرياض، يحتاج إلى إسناد أمني وترتيبات أخرى عسكرية، أمور أخرى مصاحبة إضافة إلى ترتيبات اقتصادية. يمكن الأشقاء في المملكة العربية السعودية دعموا في موضوع من حيث المشتقات النفطية عشان استقرار خدمات الكهرباء في الصيف، تعرف أنه هذا الموضوع هو المؤرق في بالذات الحواضر الكبيرة مثل عدن والمكلا غير بقية المدن. الضغط اللي كان موجود أثر بشكل كبير جدا، وأثر على التوافقات السياسية. بصعوبة حافظنا على تماسك الحكومة، لأنه الهدف كان هو أيضا إنهاء تماسك الحكومة. الحكومة استهدفت بصواريخ في مطار عدن قبل وقت الوصول، في عملية هي من الأخطر في تاريخ اليمن المعاصر.
وهي عملية مدبرة باستخبارات خارجية. يعني هذا الموضوع الإيرانيين أنه الحوثيين يصلوا لمرحلة توجيه وضرب المطار بهذه الدقة، هذا الموضوع ليس بالأمر السهل. فقوة كثيرة لا ترغب في بقاء الحكومة، قوة كثيرة لا ترغب بتماسك الحكومة، قوة كثيرة لا ترغب بعمل الحكومة من عدن بشكل مستمر. قوة خارجية وداخلية؟ خارجية وداخلية. طيب عن تلك الفترة تحديدا، يعني الفترة اللي حصل فيها احتجاجات في عدن وبعض المناطق الأخرى، هل يعني كانت احتجاجات عفوية أم مدبرة أم ماذا؟ شوف الموضوع يعني له مميزات وله عيوب. في رأيي أنه حصل نضج سياسي، يعني أنا كنت شايف هذه المخاطر من قبل ما شكل الحكومة وأثناء تشكيل الحكومة. اللي يلعب ورقة الاحتجاجات السياسية ستحرقه هو قبل أي واحد ثاني. يعني أنت ممكن هنا تسمي الاحتجاجات هذه لصالحك، في الطرف الثاني تقول له المنطقة دي احتجاجات على الفصيل الفلاني. في الأخير الناس ضج بسبب وضع معيشي، استخدام هذه الورقة هو ممكن يحرق أي فصيل عن الآخر. في بداية الاتفاق ومع تشكل الحكومة كل واحد فكر أنه بيفسر اتفاق الرياض بطريقة معينة. بالنسبة لي كرئيس حكومة مهم قيادة البلد في مرحلة صعبة جدا والحكومة إلى توافقات تفضي لمصلحة البلد وليس مصلحة فصيل على فصيل. فأعتقد في نضج عند الجميع الآن، في حرص على الحكومة من الجميع. كان صعب أنك تقول للناس أنه سيحدث كذا وكذا وكذا، لكن بأحيان النار اللي يعني تلسع بعض الناس تخليهم يفكروا بطريقة مختلفة. الوضع الآن على الأرض مختلف، فهذا الموضوع على الناس أن يعي هذه التحديات. لذلك أنا كنت واضح فيما يتعلق بدعوة جميع القوى السياسية إلى التوحد، لأنه في الأخير القوى السياسية مشكل الحكومة تتحمل جزء من المسؤولية، وفي قوى سياسية أخرى خارج. المشهد الآن يحتاج من اليمنيين يفكروا بطريقة مختلفة، لأن الحلول هي يمنية يمنية، حتى وإن كان اتفاق الرياض وفي رعاية سعودية ورعاية عربية وإقليمية ودولية. علينا كيمنيين أن نحل كثير من التفاصيل بحيث أن العالم يساعدك على التغلب على بعض يعني التحديات، سواء اقتصادية أو أمنية أو عسكرية. طيب بمناسبة التحديات الاقتصادية، يعني أنا النهاردة شفت اللي سعر الريال اليمني أعتقد في عدن وصل 1100، أعتقد 1100 ريال، 1200 ريال، في صنعاء 600 ريال. تدهور العملة بهذا الشكل والتفاوت بين السعرين، يعني كيف يمكن مواجهته؟ هي أشكال معقدة صعب نوضحها الآن بشكل كامل فيما يتعلق بالفارق النقدي، الكتلة النقدية، لأنه حتى في صنعاء ما فيش لا يوجد تداول نقدي، هم منعوا التداول بالطبعة اللي هي كان طبعها البنك المركزي. هذا الموضوع يخلق أول شيء حواجز داخلية ويؤدي إلى تحويلات بالقيمة الصعبة داخل البلد ويؤدي إلى انهيار العملة الوطنية. بالنسبة للحوثيين هو خيار شمشون، هو ما يدفعش للمدرسين ولا للجامعات يعني. وبالنسبة له هو يصرف على مكينة عسكرية وعلى حشد قبلي وعلى شراء ولاءات، فبالنسبة له محدد الهدف. بالنسبة له احنا شايفين نماذج مثلا في لبنان تنهار البلد لكن يبقى فصيل معين متماسك. الانهيار الاقتصادي يضرب الجميع، لكن يبقى في هذه الجماعات عندها القدرة على أن تبقى متماسكة في ظل أي انهيار اقتصادي كبير. إحنا ما نقدرش نقوم بالمثل، لأنه إحنا دولة في الأخير تحافظ على مرتبات، معاشات، تأمينات، التزاماتك الخارجية، خدمات، دين، حتى لا تتخلف عن مؤسسة التأمين التنمية الدولية أو صندوق النقد. يعني في تتحمل تبعات دولة، هم لا يتحملوا تبعات أي شيء. ففي تفسيرات مختلفة لهذه الأمور ونتائج مختلفة، لكن الأثر على كل اليمنيين مدمر، وكان إنسانيا سبب تبعات كبيرة جدا. طيب يمكن في حديثكم للتلفزيون اليمني الحديث الأخير قلتم أننا نحتاج دعما من الأشقاء العرب، وأنه لو هذا الدعم إذا لم يصل فلن يكون هناك يمن. يعني هل مسألة بقاء اليمن كدولة مرهونة بالدعم المادي؟ شوف، هو الموضوع يتعلق بالحفاظ على مؤسسات الدولة. اللي حصل في دول معينة شهدت تفكك هو انهيار لجهاز الدولة. بالنسبة لنا كحكومة هو الأمل الأخير للحفاظ على مؤسسات الدولة، أنت محافظ على نظام معين. يعني إحنا لم نضيف لجهاز الدولة غير التعيينات اللي هي 60,000 وظيفة اللي في 2011. كل جهاز الدولة في حدود 460 سلطة محلية ومركزية. تقريبا كثير من الأمور محافظين على كنترول معين رغم الاحتياجات. إذا انهار هذا النظام، وهذا حصل في أفغانستان قبل 30-40 سنة، حتى لما جاءوا الأمريكان ما قدروش يبنوا نظام تحافظ على النظام يعني ومؤسسات يمكن البناء عليها في أي عملية سلام. فما قصدته بما طرحت هو في يعني الرؤية اللاحقة فيما يتعلق باتفاق السلام الشامل في إعادة الإعمار وغيره، فيما يتعلق بدعم الحكومة الحالية للحفاظ على اليمن.
للحفاظ على المؤسسات اليمنية للعمل بالحد الأدنى. عام 2020 كان ممكن يكون عام انهيار، كان نقاشات طويلة، حكومة في وضع شبه مشلول، وتكليف وتشكيل حكومة في 4-5 شهور، كان عندنا عائدات بسيطة من النفط الخام قلت وضمحلت لخمسة شهور، كورونا، العالم كله أقفل على نفسه، اليمن كانت في وضع صعب. صمدنا في الأخير، الدين الخارجي لليمن في مستويات متدنية، في مؤشر الدين الخارجي، الدين الخارجي في اليمن اللي تجاوز 7 مليار دولار. هذا الأرقام أقل بكثير من وعلى مقدرات اليمن وفرصه، اليمن في فرص وعلى الظروف اللي بيعيشها. فلذلك احنا فاتحين يدنا مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخارجي، مع مصر، مع كل الدول، ما هي كل معنا فرص، موقع كويس معنا، يعني الآن ممكن أن نفكر في عدد من الأمور التي تساعد اليمنيين في وصول البضائع بشكل أفضل، في قطاع الموانئ، النقل، في استثمار بعض، يعني عندنا غاز بس كيف يمكن استثمار ذلك في الطاقة، واحتياجاتنا مش كبيرة. فلذلك احتياجات اليمن الآن ليست بالحجم الكبير، وبالإمكان أن تعطي مؤشر لأبناء الشعب بأنه العالم لن يترك ويتخلى على اليمن. إذا انهار الوضع ستدفع عشرات المليارات ولن تعيد الوضع إلى ما هو عليه، فإنك تحافظ على البصمة الوراثية زي ما يقولوا للمؤسسات اليمنية، هذا اللي يمكن أنك تبني عليه. إذا حصل لها انهيار صعب البناء مجددا، وسيستغرق سنوات. إلى أي مدى الوضع الاقتصادي صعب أو سيزداد، خلينا نقول، صعوبة إذا لم تقدم هذه المساعدات التي تتحدثون عنها؟ هي المساعدات ممكن تصاق بشكل ذكي، لأنه الاحتياجات الآن احنا ما نتكلمش على عشرات المليارات من الدولارات، ويمكن أنا ذكرته في مقابلة سابقة أنها تحتاج من مليار لمليار ونص عشان ميزان المدفوعات، ولذلك حاجتنا للنقد في هذه المجالات يعني ممكن تغطى بشكل أو بآخر، وممكن تكون لواردات سلعية معينة، لأنه الآن حتى كدعم على الوقود مش موجود، دعم على الغذاء، فهذا الموضوع كإصلاحات، لأنه بعض الناس يقول لك الدعم ممكن يكون مسار للفساد إن لم تكون المؤسسات قوية. بدي أحد النظريات فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي إلى حد كبير ممكن يكون هذا الموضوع يغطي أقل فاتورة الآن. الواردات فيما يتعلق بالوقود ترتفع مع سعر، بالنسبة للسوق اليمنية مع ارتفاع سعر النفط عالميا، في إشكاليات، في تضخم عالمي الآن، وبالذات مع ارتفاع سعر الوقود عالميا، هذه مؤثر علينا بشكل كبير، لأنه أصلا الوضع الاقتصادي صعب. فموضوع العملة وتقلص القدرة الشرائية هو الجانب الاقتصادي الأهم. موضوع الكهرباء طبعا احد المشاكل، بس يعني لازم نخطط للصيف القادم، احنا تقريبا داخلين الان على الشتاء وهو اخف عبئا علينا. جميل. طيب في هذه النقطه تحديدا، يمكن انا قرات تحليل لاحد خبراء الشان اليمني، احد الخبراء الدوليين الامميين في الشان اليمني، واسمه غريغوري جونسون. قال هذا الخبير انه بعد 7 سنوات من الحرب اليمن قد ينتهي الى 7 دول يمنيه، وأن اليمن الموحد لم يعد قائما، الرئيس هادي في المنفى، الحوثيون في صنعاء، وعدن تحت الانفصالي. هل تتفقون بدرجة ما مع هذا الرأي؟ صعب لا أتفق، قد يكون خبير في شأن اليمني بس صار له فترة. أن تؤخذ اليمن من يعني من منظور إعلام خارجي غير ما تشخص الوضع على الأرض، وأنا أتكلم الآن، أنا كنت في سيئون وفي عتق وفي المكلا ويعني وفي مارب، وكل المكونات اليمنية على ارتباط بالحكومة برئيس الحكومة وفخامة الرئيس وبالقيادة السياسية. يعني في يعني اليمن هو بطبيعته وحدة سياسية متكاملة، عندما تضعف ويوجد أي نظام سياسي عادل تتقسم اليمن وترجع تتوحد، يعني هذا موجود في التاريخ السياسي وتركيبة البلد خلال يعني قرون. اللي حاصل الآن انه جميع اليمنيين يدركوا انه يعني مسارات الحل ليست بالصعبه، وموضوع لما نتكلم عن المرجعيات اللي هي مخرجات الحوار الوطني واحنا ناقشنا كل الامور هذه بشكل كامل، قد لا تكون بالشكل التام اللي احنا اتفقنا عليه، لكن بنسبه 70-80% الاطار العام بما فيها مسوده الدستور والاطر التي اتفقنا عليها تؤسس لنظام يعني يحافظ على الجميع. لا يوجد عناصر فرقه تؤدي لتقسم اليمن الى 7 دول، يعني الرقم والتحليل اللي ذكرته بعيد نوعا ما، في مبالغة يعني، في مبالغة عن الواقع. طيب مش 7 دول، ممكن دولتين. بعض يطرح هذا الموضوع انه العودة، انا بقول انه حتى في اطار الدولتين هو كانت جزء من تاريخ اليمن في الجنوب وفي الشمال، لكن تداخل المناطق والنزاعات الجهوية في اليمن هو اكثر تعقيدا.
اليمنيين ممكن يعيدوا التفكير حتى في إطار كيف يمكن بناء نظام فيدرالي بنظام لا مركزي بشراكة في السلطة، كيف بيكون شكل الشراكة؟ هل هي شراكة سياسية أم شراكة مناطقية؟ لأنه في الأخير الأحزاب هي لها طبعة وطنية، لكن الأحزاب ضعفت الآن. فأنت الآن لأنه لما يكون الحزب بصبغة وطنية فهو موجود في أكثر من إقليم وأكثر من محافظة، وعندما تتكلم على نزاعات مناطقية فأنت تتكلم على توازنات لها علاقة بتركيبات قبلية واجتماعية. إذا فككنا بهذا النظام مش حنوصل للطريقة. يعني هي كيف لأنه في اليمن الآن مثلا أنا أشوف بنية السلطات المحلية هي المحافظة على البلد، يعني أنا أعتمد على السلطات المحلية في بيننا نقاش إحنا والسلطات المحلية لا مركزية بنيت، أنا في أشياء إيجابية بنيت خلال يعني عمر الدولة اليمنية أثناء الوحدة فيما يتعلق بنظام الحكم المحلي أو بعدين كان الإشكالية كلها في منح الصلاحيات، لولا هذه التراكيب ما كانتش المهرسة تدير ومارب وحضرموت وكنا وصلنا في مراحل معينة في هذا الموضوع حافظت على هذا الهيكل حتى في إطار ضعف الدولة المركزية أثناء الحرب في 2015-16-17. الآن يمكن نركز في هذا الموضوع وأنا جالس أفكر حتى في ميزانية العام القادم كيف ممكن نفكر بطريقة مختلفة، لأنه أنت تعود دائما إلى القديم زي ما يكون عندك ابنك عمره 10 سنين وأنت محتاج تلبسه اللبس حق 5 سنين صعب. يعني احنا محتاجين نفكر بطريقة مختلفة لإدارة الدولة اليمنية في إطار الوحدة بما يضمن الوحدة وأمن واستقرار وسلامة الأراضي اليمنية. ليس الموضوع بالأمر الصعب ولا المعقد، هو يحتاج تفكير مختلف ويحتاج أن القوى السياسية تكون مشاركة ومحتاج نشوف إيش اللي تحتاجه المناطق. الآن ما يدعو إلى نزعات حادة فيما يتعلق بالانفصال أو الاستقلال أو يعني حتى يعني المقاومة التهامية وغيره بسبب عدم القدرة القوية للحكومة المركزية على الضخ في مناطق مختلفة سواء في مشاريع بنية تحتية أو طاقة أو خدمات، هذا الموضوع يؤثر فيبدأ يفكر أنا كيف أسيطر على الموارد وقدم خدمات المناطق، بس بدون كنترول وشفافية ممكن يحصل فساد وتمركز لصلاحيات في مناطق كثيرة أخذت صلاحيات عالية في خلال السنوات الماضية ثم نفسهم المواطنين يقولوا لا نحن نريد الحكومة المركزية أن تساعدنا في الرقابة. فالآن إحنا مثلا أي مبالغ تصرف يجب أن تكون واضحة وشفافة بحيث أن المجتمع المحلي يراقب فيها. فالموضوع هو صراع في الأخير على الموارد، يعني ليست الحكاية حكاية يمنية فقط، هي موجودة في أكثر من دولة، صراع دائما على سلطة وموارد، هذا كل تلخيص الصراع السياسي والصراعات الداخلية في أي بلد يعاني من حرب أو نزاعات. اسمح لي دولة الرئيس، يعني أحيانا وأنا بستمع لهذه التحليلات ويمكن شوية أنا يعني مهتم بالشأن اليمني وعندي أصدقاء يمنيين كثير، بعضهم يعني ممن حتى يعني كانوا في طليعة الثورة اللي حصلت في 2011 على نظام الرئيس علي عبد الله صالح بيقولوا لي والله إحنا يعني ظلمنا هذا الرجل، يعني إنه كنا عايشين كويس وكنا يعني ما كانش فيه هذه الصراعات ولا هذه الانقسامات. يعني أنا بصراحة مش عارف أرد عليهم أقول لهم إيه. ودائما الحنين إلى الماضي بالذات في فترات المستقرة يكون موجود، لا يمكن بس تفجرت صراعات يعني ماذا يعني تفجر هذه الصراعات؟ لو كان النظام السياسي عندنا أكثر استقرارا لما تفجرت هذه الصراعات بالحد الأدنى. البعض يغزو إلى تدخلات أجنبية فعلا أثرت بشكل كبير، لكن أنا في وجهة نظري التدخل الأكبر الذي أثر وسبب تشطي البلد هو التدخل الإيراني، الباقي بعدين هو محصلة لأنه في الأخير عندك نار تحت الرماد. كان بالإمكان حلول للقضية الجنوبية بشكل أكبر وبعض الأمور تساعد على أنه لا يتفاقم الأوضاع، كان بالإمكان يعني. ودلوقتي يعني مش يعني كل حاجة سلبية وإيجابية، فترة على عبد الله صالح فيها أمور كثيرة تمت، حراك سياسي، برلمان، في حراك القوى السياسية، بس كان في تصلب في بعض الأمور وعدم حكمة من بعض لأنه في شبكة في مركز حاكم، في آلية تفكير مختلفة هي اللي أثرت واللي سببت بتشظي اليمن أنا أسميه، لأنه في دائما خلفية قبلية للحكم، خلفية معينة لا تستوعب البلد. اليمن لم يعد القرى البسيطة المتناثرة، يعني الشمال كان 4 مليون، الجنوب كان مليون، احنا اليمن الآن 30 مليون أو قريب العدد هذا كله، معنا حواضر ومدن، معنا اليمن ليست بالطريقة اللي كانت في الخمسينات والستينات أو حتى السبعينات أو الثمانينات، في نمو إذا ما واكبوش النمو في النظام السياسي واستيعاب الأمور يحصل عندك تغيرات مختلفة على الأرض.
فالناس دائما بتتذكر الماضي، لكن لا يمكن إعادة الماضي. احنا كيف نفكر للمستقبل الان، وكيف اليمن يستقر مستقبلا؟ هذا هو الجانب المهم، لانه مش اليمن فقط اللي حصل لها هذا الزلزال، الزلازل الذي ضربت الدول العربيه كانت مزدهره ومستقره واغنى وعندها موارد اكبر. فاللي حاصل في المنطقه في 10 سنوات كان كبير جدا. طيب اسمح لي دوله الرئيس ناخذ فاصل قصير نعود بعده لمتابعه الحوار. فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده الى متابعه حوارنا وهذه المقابله الخاصه التي نجريها مع دولة الرئيس الدكتور معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية. ورحب بحضراتكم من جديد في هذه المقابلة الخاصة التي نجريها مع دولة الرئيس رئيس الحكومة اليمنية دكتور معين عبد الملك. أهلا وسهلا دولة الرئيس. طيب نتكلم في السياسة الدولية شوي. في أعقاب تنصيب الرئيس جو بايدن الرئيس الأمريكي، تراجعت واشنطن عن قرار سلفه ترامب بإدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية، وشطبت في 16 فبراير الماضي من قائمة الإرهاب القائمة الأمريكية. هل نستطيع القول أن الحوثي استفاد كثيرا من هذا القرار؟ هو قرار رسالة بشكل أو أعطت رسالة غير مناسبة. الموقف الأمريكي الآن ممتاز لحد كبير، لكن بناء كان تعيين لمبعوث خاص للولايات المتحدة في الملف اليمني، لكن كان رفع بهذه الطريقة كانت الإشارة، لأنه فعليا الحوثيين يعني يستحقون هذا التصنيف. هو المهم أن كيف يكون هذا التصنيف لا يؤثر على، يكون يعني محدد ولقيادة ولجماعة ولا يؤثر بشكل كبير على اليمن وعلى اليمنيين. فمهم أن يكون هذه الحقوق العقوبات ممنهجة. لاحقا الولايات المتحدة بدأت بإدراج كيانات حوثية تلافيا لما حدث، لكن كان في تسرع في هذا القرار. في تسرع في هذا القرار، نعم. لأنه أعطى إشارة وحسس الحوثيين أنه في توجه جديد. يمكن بهذا الخصوص في شهر سبتمبر الماضي وبدون مقابل، يعني كان المفروض يكون في مقابل معين في حافز معين في موضوع القعود على الطاولة والنقاش كيمنيين مثلا. طب ما ممكن يكون مثلا مقابل بس في ملفات أخرى، ملف النووي الإيراني مثلا، ما تمشي حاجة ولا في شيء في هذا الموضوع. طيب بهذه المناسبة يعني كنت عايز أقول أنه في سبتمبر الماضي قرأت مقال لهيئة تحرير وول ستريت جورنال، انتقدت هذا القرار وانتقدت إدارة بايدن وبلينكين حول هذا الموضوع، وحملت حتى الحوثيين مسؤولية الهجمات التي تشن على مناطق يمنية وأيضا على المملكة العربية السعودية. هل ده بيؤشر على ربما إمكانية تغيير ما في موقف واشنطن تجاه الحوثي؟ وكان في اعتقاد في الإدارة الأمريكية في البداية، وحتى ذكر اليمن في خطاب بايدن في أول خطاب للسياسة الخارجية الأمريكية، أنه سيجري حل الموضوع، أنه كان المقاربة مقاربة قاصرة. أعتقد بناء الموقف الأمريكي مجدداً عبر المبعوث الخاص لتيم ليندر كينج لليمن ساهم في أنه هناك مبادرة، هناك المبادرة السعودية للسلام. لما تناقشنا أيضاً معه، الحكومة منفتحة على إجراء نقاش على وفقاً لمبادئ ومحاور معينة، في انفتاح في كثير من الأمور. بدأ يدركون التشدد من الحوثيين، وأن الإدارة أو أن الإيرانيين يتحكموا بشكل كامل وبوصاية كاملة على الملف. فلذلك بناء الموقف الأمريكي من جديد واستعادة توازن في الموقف الأمريكي والرؤية الدقيقة للموقف تم خلال الأشهر الماضية، والموقف الأمريكي الآن ممتاز وواضح. يعني الحقيقة نحن نريد المواقف الدولية سواء أمريكية أو المجتمع الدولي أو إقليمية أن تشخص الوضع على ما هو عليه. يعني مش الفكرة أنهم يقفوا في صف الحكومة أو ضد الحوثيين. ما هي مسارات السلام وكيف يدعموا؟ لا نريد يعني الآن على العالم أن يرى القضية اليمنية والملف اليمني بأبعاده الحقيقية. طيب يعني عودة إلى هذا القرار يعني وتداعياته، يعني البعض يقول بأنه هذا القرار يسمح للإدارة الأمريكية بلعب دور أكبر ولا يجعلها يعني تستثني طرف مهم في معادلة الأزمة اليمنية وهو الطرف الحوثي. وبالتالي نعم وجهة نظر، لكن في الأخير أنت لديك تحرك وتمويل
لأعمال معادية يعني في الأخير. إذا سمحت لأي واحد أنه يتمادى في الأخير في منظومة تحافظ على الأمن القومي والسلم الدوليين، يعني في الأخير الحفاظ على الممرات البحرية، الحفاظ على أي تهديدات، أي عمليات إرهابية، إيواء إرهابيين، تمويل جماعات مسلحة، كل هذه الأمور ما لم يكن هناك وفقا لقواعد القانون الدولي ضوابط لها، العالم سينهار وفقا لعدد من الجماعات الصغيرة التي لا تأبه لتدمير دول أو تفكيك منظومات أو القيام بعمليات إرهابية. فموضوع حوار وسلام وأنه على طاولة واحدة شيء، وموضوع استهداف بالعقوبات الموجهة شيء آخر على جماعة أو على أشخاص. طيب أنا فهمت من كلام حضرتك دلوقتي أنه يعني في نبرة تفاؤل تجاه التحركات الأمريكية أو تجاه الموقف الأمريكي. هل يعني هذا كان نتيجة لقاءات أو اللقاء اللي عملته حضرتك مع المبعوث الأمريكي؟ المبعوث الأمريكي على دائما على اتصال ودائما يقابل فخامة الرئيس والقيادة والتقي به شخصيا والتقي بكل المكونات اليمنية، وهو داعم للموقف المبعوث الدولي. في الأخير كل ما نريده الآن هو أن يكون هناك موقف واضح من الجميع فيما يتعلق بتشخيصهم، لأنه إذا كان في مواقف دولية متضاربة في الملف اليمني سيؤدي إلى تعقيد الملف واستخدامه ككارت مساومة. إحنا الآن حريصين، إلى الآن ما زالت المواقف الدولية والإقليمية حول الملف اليمني إلى حد كبير يعني تسير في 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 خط متوازي. أي تعقيد إحنا مش مستحملين، يعني بالذات في الملف اليمني أن يتم هناك يعني خلافات حقيقية ما بين قوى إقليمية أو دولية على الملف. أيضاً يعني بحيث أنه نستطيع حشر إيران في مكان معين إذا كان لها تدخلات معينة، كيف يمكن توقف عن ذلك؟ بمناسبة المبعوث الأمريكي، أيضاً المبعوث الأممي جراندبرغ أيضاً التقيتم به، المبعوث الجديد. يعني هل هناك اختلاف بين نهج جراندبرغ ونهج سلفه جريفيث؟ من المبكر أن نحكم على النهج بين المبعوثين. بالطبع بيكون لكل مبعوث طريقة مختلفة، لكن احنا داعمين للمبعوث في انه يلتقي الان ويحدد المسار. كيف يمكن الضغط على الحوثيين بشكل او باخر، تحديد المسارات اللي بناء عمليات سلام وفق مرجعيات واسس معينة. هذا الموضوع سندعم بشكل كبير لانه بداية جديدة للمبعوث قد تشكل فرصة جديدة. هل لديكم ما تقدموه يعني بين قوسين من تنازلات لكي تتم عملية سلام، عملية تفاوض؟ عملية سلام تحتاج إلى أبعاد داخلية وخارجية. يعني لا نريد أن نحمل المبعوث، هو يعني في الأخير مش ساحر. في كثير من المبعوثين الدوليين ذو كفاءات عالية جدا جاءوا في ملفات سواء في ليبيا أو سوريا أو غيره ولم يستطيعوا تحقيق تقدم معين ما لم تتوفر ظروف داخلية وخارجية تهيئة لذلك. فالمبعوث لوحده كإمكانيات ليس يعني هو بالعمل الخارق بالنسبة لشخص واحد، يعتمد على، ولذلك مهم احنا تكلمنا في مقاربة انه الجميع يعني القوى الخارجية المجتمع الدولي والإقليمي ان يحافظ على نظرة معينة لمساعدة المبعوث في انه يعمل. في الأخير في معطيات داخلية وخارجية مهم ان احنا نعمل عليها. جميل. طيب ده برضو بيقودني إلى يعني ما تردد عن إمكانية أن تتدخل بعض القوى العربية زي مثلا سلطنة عمان. يعني قرأت تصريح لمنسوب لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بيقول فيه أنه يعني الحوثيون منفتحون على التفاوض، أو ما معناه إذا تحققت خطوات؟ بالعكس، إحنا أي خطوات عربي من الأشقاء في عمان أو غيرهم لدعم أي مسارات تفاوضية لمساعدة اليمنيين، في الأخير اليمنيين عليهم أن يقعدوا في طاولة واحدة لنقاش كل هذه الأمور مهما كانت صعبة. ليس الموضوع ستكون جولات طويلة ومعقدة لنزاع أو لحرب استمرت بشكل كبير. هذا يعني الانقلاب اللي في صنعاء عبث بكثير من مؤسسات الدولة. ترتيب هذه الأمور والجلوس إلى طاولة واحدة هو الأساس الآن. إذا العمانيين بيساعدوا فيه بيكون عامل إيجابي. طيب بالعودة إلى الانقلاب، يعني وإحنا نحن كنا نتحدث عن التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، حرب الدولار خلينا نسميها. يعني هناك يعني تصريحات منسوبة لكم أنه الحوثيون يسيطرون سيطرة وهمية على الدولار في
في صنعاء وفي المناطق التي يسيطرون عليها، رغم أنه يعني الحوثيون يقولون أنه الأمور مستتبة والناس بتأخذ مرتباتها. هو يصرف لهيكل موازي، أي هيكل للدولة من قبل 2014 يتم الصرف له، بمعنى هذا الموضوع يمكن تحقق منه. مدرسين، دكاترة جامعات، أطباء، نحن كنا نصرف كحكومة شرعية للقطاع الطبي بالكامل في مناطق سيطرة الحوثيين وغيره الحفاظ على الجانب الإنساني، لذلك هم عملوا فصل فيما يتعلق بالتحويلات المالية. أنا تكلمت على سيطرة أنه في الأخير هم حبسوا مدراء بنوك 4 شهور وخمس شهور، يعني احتجزوا يعني بعض المسؤولين العمليات المصرفية في أكثر من مكان. في الأخير هو يرغمك على جانب معين للتحكم بسلة الدولارات اللي جاية من التحويلات الخارجية. في المقابل أنت صعب أنه مواطن يطلب دولار أو يعني هم عاملين آلية معينة للتحكم فيه ورقم ثابت. لكن أنا أتكلم أنه في تضخم يحصل بالذات في أسعار الدواء وغيره وكذا، تعكس أنه الحاجة إلى الدولار غير مربع فتلبى من مناطق أخرى تأتي بزيادة سعرية مختلفة. فهو موضوع جزء منه استعراضي وجزء منه سيطرة بفعل سلطة أمر واقع يعني على تلجأ إلى أساليب صعب أنت تقوم بها كدولة. أنه يعني يمكن في حوارنا السابق حضرتك قلت أنكم بتدفعوا رواتب لموظفين في مناطق سيطرة حوثيين، هي توقفت الآن للأسف. توقفت. احنا كنا بندفع المتقاعد يعني في حدود 120 ألف سواء متكلمون يعني مرتبات يعني المتقاعدين، الحديدة دعم الاتفاق الحديدة، وأيضا القطاع الصحي، وهذه كان البادرة اللي كنت نحاول نعمل مع نشتغل منها يعني مع الحكومة والمانحين أنه نغطي فجوة الرواتب اللي كانت في مناطق سيطرة الحوثيين باعتبارها جانب إنساني. حرب لكن على الأقل نحافظ على الجانب الإنساني، لكن الحوثيين حتى أهدروا حتى هذه الفرص الاقتصادية. طيب عودة إلى نشاطات المبعوث الدولي المبعوث الأممي غرودنبرغ، أحد المسؤولين في المجلس الانتقالي يقول عن زيارة المبعوث الأممي إلى عدن بأنها كانت زيارة ناجحة في مسألة نجاح محورية القضية الجنوبية حسب ما قال هذا المسؤول الإعلامي، وأنه الشرعية اليمنية عطلت زيارة مماثلة كان يريد أن يقوم بها المبعوث السابق جريفيث. تصريحات المكونات السياسية هي تأخذ بعد معين، كل واحد يخاطب، لكن في الأخير هي زيارة ناجحة والتقى بالمكونات، التقى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، التقى بالقائد السياسي، التقى وهذا مهم بالنسبة للمبعوث. وموضوع القضية الجنوبية هو مطروح يعني للنقاش في جولة المباحثات النهائية. في الأخير في مسار بعدين في مكونات مختلفة، فالزيارة مناسبة مهمة. مهم يسمع من المجلس الانتقالي ويسمع من المكونات السياسية ويسمع من الجميع، هذا دور المبعوث. طيب هل العاصمة المؤقتة عدن جاهزة لاستقبال البعثات الدبلوماسية للسفارات؟ أنا أرى أنه جاهزة وهي أأمن من أماكن كثيرة. هي لا نتكلم الآن على وضع أمني مناسب، ما زال هناك ترتيبات أمنية، ما زال الشق الأمني يحتاج إلى توحيد ودمج وترتيب موضوع القرار الأمني في أشواط قطعت فيما يتعلق بغرفة العمليات المشتركة، فيما يتعلق ببعض القوات، لأنه في جزء منها تحتاج إلى، لكن ليس يعني وضع المدينة إلى حد كبير يمكن البناء عليه. ما زالت المخاطر الأمنية، ومؤخرا احنا شهدنا التفجير الأخير، الأحداث السابقة في كريتر، كلها تداعيات لعدم استكمال موضوع الشق الأمني والعسكري، وهذا الموضوع لن يعالج بيوم وليلة. بس بالنسبة لكثير في بعثات كثير الآن وأجانب كثير موجودين في عدن، وما في شيء يتبني بين يوم وليلة، يعني مهم أن يبنى تدريجيا، مسألة تراكمية. طيب يعني أيضا قيادات المجلس أكدت للمبعوث الأممي أهمية توقف الحرب بدون مشروط، أهمية إشراك المجلس في عملية يعني كل مراحل العملية السياسية، اشراكهم في وفد التفاوض حسب اتفاق الرياض. هل يعني ذلك أو تلك التصريحات واقعية من وجهة نظركم؟ هو اشراكهم في وفد التفاوض بموجب اتفاق الرياض موجود يعني المجلس الانتقالي الجنوبي الآن موجود في الحكومة وموجود بيكون في الوفد التفاوضي
بحسب اتفاق الرياض، يعني لا يوجد ما يقلق. يعني كل النقاشات والآراء السياسية مطروحة، ومطروحة داخل الحكومة. وهذا الهدف من اتفاق الرياض، لأنه اتفاق الرياض أنهى نزاعات حقيقية كانت موجودة على الأرض، وهذا يسهل في إطار توجه. يعني احنا ليش نتكلم على موضوع دعم الحكومة اليمنية؟ لأن الحكومة اليمنية مشكلة من كل القوى السياسية، تطلب الكثير من الوقت، لكن على الأقل بتركيبة ما هي تركيبة متماسكة ومهم ويعول عليها، لأن هي نافذة العالم لدعم اليمن هي هذه الحكومة، واللي فيها المجلس الانتقالي، واللي هو يعني فلذلك الطرح اللي يطرح موجود ومنطقي يعني. لكن ليس المسار مسار، هناك من يطرح أنه مفاوضات متعددة وتفكيك الموضوع إلى مكونات مختلفة، هذا المسار لن يخدم ولن يساعد في الأخير. ما دامت الحكومة مكونة من كل، ما دام الحكومة كان يعني تكونت من كل هذه القوى السياسية، فهي في إطار يسمح بترتيب العملية التفاوضية القادمة بشكل أكثر تنظيما. إذا زاد الموضوع تشظيا صعب رسم إطار للحل السياسي في اليمن، لأنه كل طرف سيجذب باتجاه مختلف، وهذا الموضوع سيعيق المبعوث الدولي والمجتمع الدولي عن رؤية، أو زي ما طرحنا، الأبعاد الحقيقية للملف والمسارات نحو الاتفاق سياسي شامل. هل يمكن قول دولة الرئيس بأنه حكومتكم حكومة متجانسة؟ إلى حد ما متجانسة، لأنه لم يعني أنا بالنسبة لي كان الموضوع صعب قبل أن ندير جلسات مجلس الوزراء في شهر يناير وفبراير ومارس، ووصولا إلى الآن، أنه لم يكن هناك يعني في قرارات خدناها صعبة كنت أتوقع فيها انقسامات يعني بحكم أنها حكومة توافق سياسي وليست حكومة تكنوقراط كاملة، إحنا نسميها حكومة الكفاءات السياسية. لكن لحد كبير النضج اللي موجود لدى وأعتقد الخيارات الجيدة للمكونات السياسية للوزراء ساهم بشكل كبير. ما يهمني هو المكونات السياسية نفسها خارج الحكومة، لأنه أحيانا تكون في تجانس داخل الحكومة وفي صراع خارجي، فصراع بالبيانات. لذلك أنا أتكلم الآن كل بيانات لمكون سياسي ترضي جمهور معين وآلية معينة، عليك الوصول إلى ميثاق شرف إعلامي شوية كذا أن الناس تهدي فيما يتعلق بموضوع البيانات الصحفية والإعلامية التي تؤدي إلى توتير الشارع، إلى تأزيم الوضع السياسي. هذا الموضوع علينا أن نحرص عليه، لكن إلى حد كبير الآن حتى مع مشاركة يعني الناس توقعوا أنه مشاركة مجلس انتقالي مع مكونات أخرى أنه يحصل صراعات داخل الحكومة، ما حدثش إلى حد كبير، تعمل بشكل جيد، الوزراء أيضا يعملوا في مراخات معينة. الوضع صعب فيما يتعلق بناء المؤسسات وعملها، وتحديات أمام كل وزير، الملف صعب أمام كل وزير. على ذكر المجلس الانتقالي، يعني لمن لا يعرف أبعاد الأزمة اليمنية و مسألة مطالبة يعني عدد كبير من أبناء الجنوب بالانفصال، يعني كيف يشرح رئيس الحكومة اليمنية هذه النقطة لغير اليمنيين؟ هي قضية موجودة قبل تشكل المجلس الانتقالي أو بعد تشكل المجلس الانتقالي، في أطراف تدعو لذلك، وفي أطراف تدعو أيضا انفصال وغير، يعني هذا شيء قائم وموجود، والمساحة السياسية موجودة. مجلس انتقالي يطرح ذلك ويطرح مشروع، بس الأساس الآن هو نقاش الهدف الرئيسي في استعادة الدولة واستكمال النقاشات السياسية. كل شيء لن يتم، احنا تكلمنا انه لن يكون هناك وحدة بالقوة ولا انفصال بالقوة. في الأخير ما يطرح الآن له أطر سياسية وتنظيمية وحزبية وجهوية وتركيب الدولة. بعض أحيان بعض السياسيين يروا الموضوع كما يروهم، هذا المؤدي يؤدي إلى صدام. إذا لم استوعب كسياسي ما يريد الأطراف، ما تريد الأطراف الأخرى ومصالح المشروع في إطار الدولة، ما تنظمه قوانين ودستور الدولة، مش حوصل لحل. إحنا تركنا هذه المساحة بحيث أنه نخفف من النزاعات، لكن على كل القادة السياسيين، ليش أنا تكلمت على فترة النضج في بداية الموضوع، أنا كنت شايف أنه في تشنجات من كل طرف، كل واحد شيء يملي وجهة نظره، وبالأخير بالنسبة لي كرئيس حكومة محافظ على توازن معين، وهو الأساس في أن نحافظ على، ولذلك توافقت القوى السياسية، وهذا دور رؤوس الحكومة، لأنه لو انحست بشكل أو بآخر سيؤدي إلى تفجير صراعات معينة. لازم نحافظ على ترابط يعني مؤسسات الدولة، العلاقة مع فخامة الرئيس والرئاسة والمكونات السياسية مع أكبر، يعني في الأخير لازم تحافظ على هيكل معين وتوحد الناس نحو معركة معينة. في الأخير لو استقلت البلاد الناس تدخل معارك حزب يعني انتخابية، معارك أخرى بأي طريقة، بس مش الآن. الآن أي
أي انزلاق لأي نوع من التوترات السياسية أو العسكرية حيرجعنا وراء خطوات، لأنه يعني تراكم الموضوع، كمان الناس فقدت مدخراتها، الناس في وضع صعب. يعني بقاء النظام البنكي شغال في اليمن هو معجزة. اللي حاصل في اليمن الآن إلى حد ما كبير، إحنا محافظين على البلد بأنها تنزلق إلى الهاوية. فبعض الـ يعني مش عايزين يعني خيارات شمشون من بعض القوى السياسية وبعض القادة السياسيين اللي يشوف رأيه رأي مقدس. يعني في الأخير لازم الجميع يستوعبوا بعض، المساحة السياسية متروكة للجميع، ودور الحكومة أن تقوم بهذا الموضوع ومساعدة على بناء هذه التوافقات السياسية. وزي ما يعني حضرتك قلت، يعني لا وحدة بالقوة ولا انفصال بالقوة، كل شيء مطروح. المجلس الانتقالي كما ذكرت الموضوع كان مطروح قبل، مطروح بعد، موجودين، كل ما يطرح موجود، في مساحة سياسية موجودة للجميع. بس على الجميع لا يحول هذه الصراعات إلى واقع مختلف على الأرض، ولا يحول أيضا، لا نبدأ نناقش موضوع المؤسسات. هي الآن كيف توصلت في الموضوع الأمني والعسكري إلى حلول؟ أن اتفاق على شخصيات وطنية في قيادات هذه المؤسسات الأمنية والعسكرية، بحيث أن لا تكون مجال للتنازع. أول ما يدخل تنازع في مساحة السيطرة على المؤسسات، صعب حتى بالنسبة لي كرئيس حكومة نتحكم في الموضوع، وصعب نقدم الخدمات للناس، وستصبح هذه المساحات مساحات سيطرة معينة بحيث أن لا تعطي خدمات على الأرض. أنا أعتقد أن الجميع عنده نضج كافي، بما فيهم المجلس الانتقالي والقوى الأخرى، أنه محتاجين نفكر بطريقة مختلفة، محتاجين أنه نترك المساحة للمؤسسات حتى تبنى بشكل سليم، وهذا لمصلحة الشعب اليمني كله في الأخير. هذه الحكومة لأنه الشعب سيضيق ذرعا بكل هذه القوى السياسية إذا كان الهدف فقط هي مصالح خاصة وليست مصالح المواطنين. إلى أين وصلت أزمة خزان صافر؟ تعنت حوثي كبير. إحنا كان بالنسبة لنا كان نوضح إلى أي مدى إحنا كحكومة، وكنت أتحدث حتى مع المبعوث الأممي، الأمريكان، البريطانيين، الدول الخمس، إنه ما عندنا شروط مسبقة، نشوف حل، بيباع بكم النفط لصالح من، بيروح من، حتى لو أنفقنا كله في مناطق إنه في الأخير الكارثة ستؤدي إلى مليارات الدولارات لسبب أو بآخر. يعني كان الحوثيين متعنتين في هذا الموضوع. هذا الموضوع يهم البحر الأحمر بالكامل، دول مشاطئة البحر الأحمر، يعني كارثة كبيرة لأنه حجم الخام اللي موجود في الناقلة كبير. في محاولات أخيرة الآن كنت أتكلم عليها مثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن، وكنا نتكلم فيها مع كل الدول ما فيها مصر. الكل يراقب، لأنه في الأخير هو لغم كبير، علينا جميعا تفكيك هذا الخطر. من ناحيتنا كحكومة احنا طارحين أنه كمجتمع دولي اتفقوا على حل بحيث أنه نشخص فين الإشكالية الكبيرة. أنت تتعامل الآن مع طرف غير آبه بالله، زي ما تتعامل مع واحد لابس حزام ناسف وتحاول تقنعه أنه يشيل الحزام الناسف. فهذا اللي حاصل الآن، لأنه الموضوع سيضر باليمنيين، سيضر بنا أولا قبل أي دولة أخرى. يعني إحنا مئات الآلاف من الصيادين عايشين على الساحل البحري، هذه الأمور كلها ستتضرر لعشرات سنوات. ما فيش حد بينفق عندك الآن مليارات في هذا الوضع الاقتصادي الصعب لمعالجة تلوث نفطي. مهم أنه يتم حل الموضوع سريعا. لكن في تعنت شديد من الحوثيين في هذا الموضوع، مهم، ومهم انه المجتمع الدولي يكون واضح اذا وصل لموضوع كذا بتحميلهم المسؤوليه الكامله. يعني احنا خلينا يعني نتكلم كذا بشكل واضح، احنا كمسؤوليه كحكومه يمنيه ندق ناقوس الخطر، على الجميع ان يتحمل معنا المسؤوليه، لازم يكون في اكشنز سريعه. الحوثيون يطالبون باعاده فتح مطار صنعاء بدون شروط يعني مسبقه، هل الحكومه مستعده لهكذا خطوه؟ هو الحوثيين غالقين مطار صنعاء. يعني احنا الناس تتحدث، احنا ما كانش في مشكله انه يفتح حتى عبر مطارات داخليه، وبعدين لاحقا حتى لبعض المحطات الخارجيه بترتيبات معينه. الحوثيين يريد ان يستخدم او يعني الحوثيين يستخدموا هذا الملف بشكل يعني معين، انه في بلوكيد او يسمى حصار وانه اغلاق، لا يوجد اشكاليات من هذا الموضوع. وطرحت من وقت مبكر حتى قبل يعني من قبل عام ونصف او عامين. فالإشكالية الآن الترويج، هم يريدوا طرحه بطريقة مختلفة، لكن احنا كنا أكثر مرونة حرصا على المواطنين بشكل أو بآخر، لأنه اليمن فيها طرق جبلية، بلد كبير، فإنه ما تكونش في يعني حكاية أنه يفتح المطار بطرق معينة. احنا طرحنا أكثر من مبادرة، ومهم أن المواطنين يعرفوا هذا الكلام. حتى لما رجعنا الناس من كورونا، قامت العملية الدولة بعملية إجلاء لكل مواطنين في بداية الجائحة، كنا نطرح أن الطائرات توصل لصنعاء، الحوثيين رفضوا،
يوصل لسيئون أو عدن ويقطع 7 ساعات وعشر ساعات. يعني الناس المواطنين لازم يعرفوا أنه في الأخير إحنا كحكومة كنا عارضين كل الطرق لهذا الموضوع. هو جزء من التعبئة الداخلية للمجتمع، جزء من التعبئة أنه في استهداف. و كيف تعاملت أو تتعامل حتى الحكومة اليمنية مع أزمة كورونا؟ إلى الآن عدينا يمكن موجتين، في شغل لا بأس به بالنسبة لإمكانياتنا، لكن هي أرهقت القطاع الصحي اللي هو منهك فعليا. عندك وضع صحي صعب، جرحى، حرب، معاقين، وتأتي تبعات كورونا. مصر ساهمت بطائرتين، ساهمت بأشياء كثيرة، وهذا الجانب يشكر لمصر الاستجابة السريعة في هذا الموضوع. ضمن دول كثير ساعدتنا في هذا الموضوع، لكن أنا أقول أنه الاستجابة الدولية والإقليمية لدعم اليمن في موضوع كورونا هي الأقل. وأحيانا الدول الغنية بتجامل بعض أكثر من فاليمن اللي كانت محتاجة، يعني للأسف لم يكن هناك دعم كبير. شوية في موضوع اللقاح اشتغلنا يعني بشكل جيد في عملية تلقيح مع كوفاكس، أسترازينيكا، الآن جونسون أند جونسون من الولايات المتحدة الأمريكية، ففي مسار لا بأس. تفادينا الموجة الأولى والثانية ويمكن الآن الثالثة إلى حد كبير، نتعافى يعني بشكل لا بأس به. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رفض التمديد لفريق المحققين الدوليين المكلفين يعني التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، رفض التمديد له لولاية أخرى مدتها 2 سنين. لماذا اعتبرتم أنتم في الحكومة أن هذا يعني يمثل انتصار للحكومة؟ لأنه في تسييس كان في الموضوع. أولا نحن منفتحين على أي تحقيقات وبشكل واضح وشفاف. اللي حاصل حتى اللجنة الوطنية للانتهاكات في موضوع حقوق الإنسان اللي شكلناها بشفافية ومن قضاء وتعمل، يعني الناس مش متوقعين إلى أي مدى ترك لهذه اللجنة مساحة للعمل بشكل بحيث أنه نفي بالتزاماتنا كحكومة يمنية من المجتمع الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وهذا الموضوع أنا كنت مهتم فيه قبل ما أكون رئيس حكومة، لأنه كان في الحوار الوطني كان أحد الهيئات التي نناقشها موضوع الهيئة المستقلة انتهاكاته. فخامة الرئيس اتخذ قرار بتشكيل اللجنة في وقت مبكر، تقريبا هي الآن في التجديد الثالث وفيها مجموعة من اللي يشتغلوا فيها بشكل محترف. تشكيل هذا في مجلس حقوق الإنسان كان واضح أن في تسييس الملف واستخدامه بشكل أو بآخر، فلذلك ما يعني وكنا نتحدث مع الأوروبيين ومع الأمريكان لا يوجد مشكلة، لكن في إشكالية تكوين اللجنة، يعني في إشكاليات كبيرة. اللجنة جاءت بهدف سياسي وبتسييس ملف حقوق الإنسان أكثر منه اهتماما بوضع حالة حقوق الإنسان في اليمن أثناء الحرب. واستخدمت هذا استخدمت يعني فأعتقد أنه قرار كان صعب وفي محله. سؤالي الأخير يمكن سؤال يعني أنا أعرف أنه صعب، هل في روشتة لحل أزمة اليمن؟ لا يوجد روشتة بشكل أو بآخر، لأنه ما احنا نتكلم انه ضرورة وجود حل سياسي، والحل السياسي مش بالتمني ولو معطيات زي ما ذكرنا داخلية وخارجية. هي بعض الأحيان التردد، يعني احنا لما تحدثت في المقابلة الأخيرة والآن حتى في زيارات الإقليمية والخارجية انه مهم دعم هذه الحكومة، يعني الحكومة ليس لديها موقف من موضوع أي عملية سلام، الحوثيين اللي عندهم موقف. أي وقت لازم القطار يمشي، وفي أي وقت الحوثيين ينضموا، لكن أن البلد تبقى مشلولة في انتظار الحل السياسي هذا سيؤدي إلى دمار اليمن وتعقد الحل السياسي. لازم اليمنيين يستكملوا مسيرتهم رغم الصعوبة رغم الحرب. الناس شوف الآن المشهد، سقطت قرية هنا، مدينة هنا، جبل هنا، سيبقى هذا المشهد للأسف موجود في اليمن، لا يوجد روشتة لإنهائه. في الأخير ليدوا للعنف وده التدخلات الإقليمية، وتكلمنا على إيران تحديداً. يبقى الآن كيف أنه ندعم هذا المسار وهذه الحكومة، مش عشان الحكومة ولا عشان رئيس الوزراء ولا عشان الوزراء، لا، هذا نافذة لتعامل اليمن مع العالم. الآن اليمن في مقدراته مهم، يعني أنا في زياراتي أجد مصانع تبنى في حضرموت، أجد أشياء الناس تعيش، ومهم أن نحافظ على معيشة اليمنيين وقدراتهم على الصمود أكثر في المرحلة القادمة. فعلينا أن نوقف تدهور الوضع في اليمن أولاً، وهذا الموضوع في الأخير الحوثيين أنا في وجهة نظري عندما يروا أن القافلة تتحرك سينضموا، لكن عندما الجميع يرى خلطة العنف مستمرة ف
فنحن نحول اليمن فقط إلى مصنع عنف ونتفرج، كأنك تتفرج على برميل بارود ينفجر بدون أن تقدم على أي شيء. عليك أن تستخدم كل أدواتك لإيقاف هذا التدهور الحاصل الآن. دكتور معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية، شكرا جزيلا على هذه المقابلة، وتمنياتنا القلبية لكم بالتوفيق وللشعب اليمني الشقيق بأن يعود إلى سابق عهده، وأن يعود اليمن سعيدا كما هذه الصفة المقترنة باسمه دائما. أشكرك. شكرا عمرو. شكرا مشاهدينا، بكده تنتهي هذه الحلقة الخاصة من رأي عام. نراكم في حلقات مقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.